عبد شارف مهدي على نهاية نهائي كأس رئيس جمهورية الجزائر لموسم 2010-2011. شبيبة القبائل يتوج للمرة الخامسة في تاريخه بطلا لكأس الجزائر. نعم اليوم فريق شبيبة القبائل يكتب فصول لقبه الخامس بهدف اللاعب فارس حميتي صاحب الهدف التاريخي، الهدف الذي أوصل شبيبة القبائل رسميا للقب كأس الجمهورية، لقب هو الثالث بعد 77-86-92-94، ويبقى كما هو بلقبين ووصافة للمرة الأولى لفريق اتحاد الحراش. لقب سيذهب لمدينة تيزي وسو لشبيبة القبائل. لا تبكي يا أبو علام، لا تبكي يا أبو مشرى، كنتم 10/10 في بطولة هذا الموسم، قدمتم كل شيء إلا الفوز في المباراة النهائية. الفوز في المباراة النهائية كرة القدم فوز وخسارة، فوز كتب لفريق شبيبة القبائل وخسارة كتبت لاتحاد الحراش. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، فاصل ثم نعود إلى الاستوديو التحليلي عند الزميل عمر شغيمان بحضرة عبد اللطيف بورايو والكابتن عبد اللاوي عبد الملك، على أن نعود مرة أخرى لمراسم التتويج بحضرة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. زميلي عمر تفضل، أجواء جماهيرية.